ودلوقتي معانا شباب من كلية تجارة إنجليش جامعة عين شمس، عاملين منظمة للاستثمار وإدارة الأعمال وأيضا الاقتصاد، ومن ضمن الأنظمة والأنشطة كمان اللي عملوها نموذج لمحاكاة البورصة المصرية. هم من مؤسسين المنظمة. أهلا بيكم. أهلا بيك. الحمد لله. محمد، عايزك تشرح لي الأول إيه فكرة آيب؟ بص، هي الفكرة كلها جت إن إحنا كنا خمسة، جت لنا فكرة من بدري إن إحنا عايزين نخلي الشباب يكون واعي، عنده ثقافة، عنده دراية بالبلد، عشان يقدر يعني يبني مستقبل كويس لنفسه ويقدر يفيد بيه المجتمع. بس فجت لنا الفكرة في شهر خمسة اللي فات إن إحنا فكرنا إزاي نعمل ستودنت أكتيفيتي أو نشاط طلابي مختلف شوية عن اللي موجود عندنا في الكلية، لأن إحنا ككلية تجارة أصلاً ما عندناش نشاط طلابية. نشاط الطلابي عندنا بيختصر في حاجة اسمها الأسرة، ودي حاجات بتعمل حاجات اجتماعية بس ما بتوعيش الناس، ما بتفهمهمش، ما بتفيدهمش في حاجات أكاديميك كويسة أوي. بس فجتنا مش زي مثلاً سياسة واقتصاد من الكليات اللي هي فيها حاجات يعني مثلاً في كليات كتير جداً في أكتيفيتيز كتير أوي. إحنا ككلية تجارة المفروض إن هي ككلية كبيرة بس ما فيهاش الكلام ده خالص. بس فكرنا إن إحنا إزاي نعمل الكلام ده، ابتدينا نحضر الورق بتاعنا في شهر 5 السنة اللي فاتت. بعد كده اتجهنا لدكتور اسمه دكتور ممدوح عبد العليم، عرضنا عليه الفكره، عجبته جدا ووافق على المشروع، وهو بقى يعني المستشار الاكاديمي لينا. بس بعد كده رحنا بقى خدنا الاجراءات بتاعتنا، خدنا موافقه رئيس الجامعه وعميد الكليه. بس بعد كده اتسجلنا في الكليه وبقينا معتمدين، وبقى لنا المقر بتاعنا، وابتدينا شغل بالظبط في شهر 9. بس ساره تقول لكم طيب بقى. ساره، انتوا كمان انتوا عاملين منظمه الاستثمار واداره الاعمال والاقتصاد، ايه اللي انتوا بتقدموه من خلال المنظمه دي؟ احنا متقسمين لحاجتين، اللجنه الاكاديميه واللجنه التنظيميه. الاكاديميه فيها ثلاث حاجات: البورصه المصريه، يعني محاكاه للبورصه، وتاني حاجه اداره المشروعات، وتالت حاجه علاقه السياسه بالاقتصاد. اللجنه التنظيميه فيها سبع حاجات: فيها الاتش ار، فيها الانترنال بي ار البابليك ريليشن، والاكسترنال بي ار اللي هي الكوميتيز اللي هتمشي الدنيا بقى لغايه الفند ريزنج، كل حاجه من A to Z لغايه ما نوصل للكونفرنس اللي في الاخر. بس فاحنا ابتدينا التايم يعني لاين بتاعنا ان احنا في شهر 9 ابتدينا الريكروتمنت بتاعت الانستراكتورز والهيدز، دول من الليدرز بتوع الاكاديميك كوميتي والاورجنايزنج كوميتي. بعد كده دخلنا على الريكروتمنت بتاعت الاو سي ممبرز اللي هي في شهر 11. بعد كده الريكروتمنت بتاعت الديليجيتس اللي كانت في شهر 12. الريكروتمنت اللي هي التوظيف، يعني ان احنا اللي بنختار الريكروتمنت دي، ان احنا بنعمل انترفيوز للناس اللي ايه هتدخل المنظمه بتاعتنا. الانترفيوز دي بتبقى ديبندز اون بتعتمد على بتعتمد ان الشخص ده عايز يتعلم قوي، عايز يغير من نفسه. واحنا كان هدفنا احنا الخمسه ان احنا نغير الناس وان احنا نفيد الناس، عشان احنا الخمسه كان كل واحد فينا عنده اكسبيرينس في كذا حاجه، فقلنا ليه طيب ما نجمعش كل الاكسبيرينس بتاعتنا دي في حاجه بتاعتنا وننقلها لناس تانية ونعلمهم ونفيدهم. ده في الاورجنايزنج كوميتي او من الناحيه التنظيميه. من الناحيه الاكاديميه في ثلاث حاجات انا عايزك تبتدي تحكي لي عليهم، يعني بشكل عام، وعايزك تبدا لي بالثالثه بالاخيره اللي هي علاقه السياسه بالبورصه. دي بتبقى عباره عن ايه؟ مش علاقه السياسه بالاقتصاد. تمام. احنا اصلا يعني اللجنه الاكاديميه او الاكاديميك كوميتي مقسومه لثلاث حاجات. اول حاجه الاقتصاد وعلاقته بالسياسه. احنا دلوقتي اي حاجه اقتصاديه تحصل في مستوى العالم لازم يكون ليها هدف او حاجه سياسيه، واي مثلا مشكله سياسيه لازم تلاقي لها هدف اقتصادي او اسباب اقتصاديه. فالحاجتين دول ريليتد لبعض جدا، يعني دايما كل واحد فيهم بيتدخل في حاجه الثاني. ففكرنا ان احنا ازاي نعرف الناس، نفيدهم ازاي ان هم يعرفوا حاجات عن الاقتصاد وعن السياسه، وازاي الحاجات دي مع بعض بتقدر تتحكم في القرارات والحاجات اللي بتحصل دلوقتي في البلد. ده بيكون من خلال ايه؟ يعني من خلال ان احنا بنعمل سيشنز، بنعمل 8 سيشن على مدار السنه، بنبتدي نعلمهم حاجات مثلا عن الاقتصاد وحاجات عن السياسه، وازاي الاثنين دول بيأثروا في بعض وعلاقتهم ايه ببعض. بعد كده في الاخر خالص بنوصل للمؤتمر. المؤتمر ده بيبتدي ده كله هيتعمل امتى؟ المؤتمر ده في اخر شهر 4 ان شاء الله. بيبتدوا بقى ان شاء الله بيبتدوا بقى يطبقوا فيه الحاجات كلها اللي هم اتعلموها. بنديهم كيس ستادي، حاجه مثلا مشكله مثلا موجوده دلوقتي ولسه ما لقولهاش حل، يبتدوا هم بقى ازاي يفكروا ازاي يلاقوا سوليوشن او حل للمشكله دي. بس يبتدوا يبتكروا الحلول، فبتعلم اصلا كرياتيفيتي وقدره ازاي على التفكير وحاجات وابداع وكده. انا كواحد مقدم في الاورجنايزنج كوميتي بشكل عام، انا ايه الفوائد اللي انا ممكن استفيدها، او ايه اللي ممكن كطالب انا يضيف لي؟ ليه انا زي ما انتوا قلتوا في كليه تجاره ما كانش في اصلا حاجه بالشكل ده، فانا ايه اللي يخليني اروح اقدم؟ طبعا
انتوا خلاص عملتوا الريكروتمنت خلاص اخترتوا الناس، ولكن بشكل عام بتكلم في المستقبل اللي عايز ينضم، ايه الافاده اللي ممكن يطلع بيها من التجربه دي؟ طبعا احنا زي ما قلنا هم 7 كوميتيز، كل كوميتي ليها فانكشنز بتاعتها، الوظائف اللي هتقوم بيها. طبعا هم الاول بياخدوا تريننجز في السوفت سكيلز، حتى احنا معانا بارتنر كوتشنج ده تريننج سنتر هيديهم تريننجز، وكمان ايه ادينا لهم يعني انا الاتش ار اديت لهم تريننج في الانترفيو سكيلز، وهم ابتدوا يعملوا براكتسنج وعملوا انترفيوز مع الانستراكتورز ساعه ما جابوا الديليجيتس اللي هيحضروا الايه اللجنه الاكاديميه ويتعلموا فيها. فايه هم بيتعلموا بطريقه براكتسنج عمليه، مش مجرد ان هو مثلا يحضر حاجه نظريه يعني زي الاتش ار، مش هيقعدوا مثلا ايه هديهم هشرح لهم اتش ار وخلاص كده، لا احنا هدفنا لا انت هتطبق الاتش ار، انت اللي هتعمل انترفيوز، انت اللي هتعمل ايفالويشن للممبرز الموجودين، هتعمل الفانكشن بتاع الاتش ار نفسها. وهكذا بقيه الكوميتيز زي مثلا الفند ريزنج بيتعلموا ازاي يبقى جمع التبرعات جمع التبرع، ازاي يبقى عنده الثقه ان هو يتكلم مع مانجر للمالتي ناشونال كومباني، ازاي يقنعه ان هو ينزل مثلا سبونسر لينا. فكل دي مهارات، لان هو بيعمل كده، هو الشباب في فند ريزنج بيروحوا ياخدوا ميعاد مثلا من مدير تسويق في شركه من الشركات الكبيره ويقعد معاه وهو لسه طالب كده، وبيحاول يقنعه انت ممكن تيجي تدفع فلوس عشان تعلن عن طريق البروجكت بتاعنا في الجامعه. وفي الاخر خالص بياخدوا شهاده، فلما يجوا يشتغلوا مش مجرد ان هم ايه مروا بحياه الجامعه وخلاص، لا دول ما عملوا حاجه، عندهم اكسبيرينس. حتى لما يجي يتعمل لهم انترفيو هم اصلا اتعمل لهم قبل كده انترفيو، هيبقى مش حاجه جديده عليهم. بس طب انا بس عايزه اعرف منك يا محمد، الترينينجز اللي بتدوها للمشتركين بتبقى عباره عن ايه؟ وانا دلوقتي عايزه اكون ممبر معاكم، ايه الشروط اللي المفروض تكون فيا عشان توافقوا عليا واقدر ان انا اكون معاكم؟ بصي، هو في الاول خالص زي ما انا قلت ان هم في 3 اقسام، لما تيجي تقدمي مثلا في اللجنه الاكاديميه بتختاري حاجه من الثلاثه دول، تمام؟ بتبتدي اول تيجي تملي ابلكيشن عادي جدا. الجانب التنظيمي هو اللي بيتحكم في الموضوع ده. الجانب التنظيمي هو اللي بيتحكم في الناس ازاي هتيجي وتقدم والكلام ده كله. بعد كده بتيجي تقدمي، قدامك حاجه من الثلاثه، بتختاري الابلكيشن وبتختاري حاجه فيهم. بعد كده بدخل نعمل لك انترفيو، انا بشوف انت مثلا عايز تتعلمي ايه، او انت مثلا انا مفروض يعني شروطي انا تبقى ايه، المفروض انا يبقى عندي ايه عشان تقبلوني؟ انت يبقى عندك ايه، انت بس ممكن مش شرط يبقى عندك معلومات مثلا عن البورصه عشان اقبلك في البورصه، لا انت بس ممكن تبقي ايجر تو ليرن، نفسك تعرفي البورصه دي بتعمل ايه، ازاي بتحكم مثلا في البلد كده، او ازاي مثلا تتحكم في الاقتصاد كده. لازم اكون من كليه تجاره انجلش ولا لا 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 ممكن من اي كليه من اي جامعه حتة. بس المفروض انت بس بتبقي ايجر تو ليرن ان انت تتعلمي في الحاجه دي، حابه اتعلم حابه تتعلمي، عندك مثلا سكيلز او حاجات بسيطه قوي ان انا ممكن انميها، او حاجات ان انا اقدر اساعدك فيها، يعني يبقى عندي مهارات وانتوا بتنموا المهارات دي. انمي المهارات دي جدا، او لو مثلا ما عندكيش مهارات بس عندك القابليه الابيليتي ان انت تقدري اطور فيك المهارات دي كلها، ابتدي ان انا اطورها فيك. وكمان انا بضيف لك لما بتيجي بضيف لك معلومات كتير جدا، سواء مثلا من خلال الكورسات والتريننجز والحاجات دي كلها، في خلال السيشنز، وكمان بتطبقي ده عملي لما براكتس حاجه غير لما بتعلمها بس بسمعها، لما باجي براكتس الحاجه تثبت في دماغي دايما، بتفضل معايا على طول ما بنساهاش، بس لدرجه ان انا ممكن تفيدني في شغل بعد كده لما اجي اشتغل. طيب احنا اتكلمنا معاك على الحته بتاعه علاقه السياسه والاقتصاد ببعض، تمام؟ انت عندك نموذج محاكاه للبورصه واداره المشروعات. واداره المشروعات، اداره المشروعات بتعلم فيها ايه، او ايه التجربه اللي هستفيد بيها؟ اداره المشروعات دي احنا اصلا يعني بروجكت مانجمنت، الناس بتدخل دايما، ناس كتير قوي عندها فكره ازاي ان هو يعمل مشروع او نفسه يدير مشروع، فهو مش عارف يبدا منين، بيبقى اكنه مثلا محتار. واحنا كمان كبزنس احنا ما عندناش حاجه اسمها مشروع تخرج، يعني انا حتى لو عندي فكره مشروع الكليه مش بتساعدني ان انا اعمل حاجه زي كده. فانت لما بتيجي انا بعلمك الستبس ان انت ازاي اصلا هاو تو ميك ا بروجكت، يعني انت لو عايز تعمل مشروع ازاي تبتدي من البدايه للنهايه، ازاي تقدر تدير المشروع ده. عن طريق السيشنز بفضل اعلمك بقى ان انت ازاي تبدا المشروع، البلان اللي انت هتمشي عليها، الستبس والخطوات دي كلها. وفي الاخر خالص لما بتيجي في الكونفرنس بيكون في كذا فكره مشروع، بتشوف ايه احسن مشروع عن طريق تحليلات وحاجات معينه، بتشوف المشروع ده هينفع نطبقه مثلا في الحقيقه، بنشوف مثلا سبونسر لو يقدر يجي يدعمك ان انت تطبق المشروع دوت. بتروحوا انتوا للسبونسرز؟ بنروح احنا للسبونسرز بس، او مثلا ممكن شركات تعجبها الفكره وتشتري منك فكره المشروع ده وتنفذها هي. فده طبعا بيعود بنفيتس كتير جدا عليك. طيب ساره، في الجانب الاكاديمي عندكم كمان نموذج لمحاكاه البورصه المصريه اللي هو ايب، هل في تعاون بينك وبين البورصه المصريه؟ البورصه المصريه الاكاديميك سبونسر لينا، وفي الاخر هي رعايه ليكم. في الاخر الشهادات اللي هياخدوها بتراقب الماده مثلا اللي انتوا بتعملوها، لا يعني راعي اكاديمي بيعمل ايه بالظبط؟ هو راعي اكاديمي ان هو عارف الماتيريالز اللي هتتشرح للديليجيتس، شافها، خد الابروفل يعني وافق، يعني وافق علينا، وكمان في الاخر خالص هيدونا شهادات مختومه من البورصه المصريه على
على التدريب يعني. تمام. جزء من اللي هم بيعملوه معاكم بس يعني، هل هو بيقف عند كده ولا بييجوا يتابعوا؟ هيبقى في مثلا جولات في البورصه نفسها يعني؟ العلاقه بتبقى عامله ازاي؟ قول لي. بص، هو دلوقتي البورصه هي معناها كاكاديميك سبونسر، مش ان هي بتدينا فلوس بس، هي بتدعمني بحاجات ثانيه ممكن غير الفلوس خالص. يعني ممكن ان انا مثلا اخد ناس اروح اوديهم زيارات للبورصه بحيث ان هم يشوفوها لايف، يعرفوا كل حاجه بتمشي ازاي. ممكن حد منهم يجي يدي مثلا مره فور اكزامبل كتريننج، يدي يعرف الناس، يديهم سكيلز حاجات انا برده مش انا طالب برده لسه، هو عنده سكيلز وحاجات اعلى يعلمها للناس اكتر. بس ده كل الحاجات دي البورصه تقدمها لي، بلس كمان ان هي هتمدير على السيرتيفيكت في الاخر ان الناس دي خدت حاجه معتمده من البورصه، فدي بتفيده كويس جدا يعني. طب احنا كده اتكلمنا عن الجانب الاكاديمي، عايزين نتكلم اكتر عن الجانب التنظيمي. ايه اللي بيحصل بالظبط في الناحيه التنظيميه؟ عايزين نعرف تفاصيل عنها. الانترفيوهات بتبقى عامله ازاي؟ مين بيعمل الانترفيوهات؟ مين اللي بيعمل الافاليويشن او عمليه التقييم؟ خلاص اوكي. احنا زي ما قلنا في شهر 9 عملنا الريكروتمنت بتاعه الانستراكتورز والهيدز، دول من الليدرز بتوع اللجنه الاكاديميه والتنظيميه. تمام. احنا بعد ما جبنا البورد دي العدد بتاعنا اكتمل وبقينا 20، وعايزه اشكرهم كل واحد. ولو قعدت اقول يعني فيهم كتير، هما ما شاء الله عليهم فعلا الفتره اللي فاتت، دولهم تعبوا جدا معانا وفعلا عندهم العزيمه ان هما يعلموا قوي التيم اللي تحتيهم، وعايزين كمان يتعلموا من التيم بتاعهم. فبعد ما خلصنا الجزء ده دخلنا على الريكروتمنت بتاعه الاوسي ممبرز، دولهم الاعضاء بتوع اللجنه التنظيميه. هنا بقى الانترفيوز، مين اللي عمل بقى الانترفيوز للاعضاء دي؟ اول حاجه احنا الهيدز، انا هيد اتش ار، كل الهيدز عملوا الانترفيوز. يعني انت اللي بتعمل انترفيو للناس؟ الهيدز دول هم رؤساء اللجان. الرؤساء اللجان بتوع التنظيميه هم اللي جابوا الاعضاء بتاعهم. تمام. بعد ما خلصنا الريكروتمنت ده دخلنا على الريكروتمنت بتاعه الديليجيتس اللي هم اللي هيحضروا في اللجنه الاكاديميه. ده بقى الانترفيوز مين اللي عملها؟ الانستراكتورز اللي بيشرحوا لهم، وكمان الاتش ار منهم انا والاتش ار ممبرز اللي تحتيه. فهم خدوا طبعا انترفيو سكيلز قبليها، بعد كده على طول نزلوا عملوا براكتس الانترفيوز، وما شاء الله يعني شخصيتهم يعني وافقت على كل الناس. ايه؟ وافقت على كل الناس؟ لا اكيد يعني مش كل الناس طبعا اكيد، عشان الابليكنز كانوا 800 وخلاص لغايه ما وصلت، يعني احنا اخترنا بالظبط 260. تمام. فاحنا اخترنا طبعا الناس اللي فعلا عايزه تتعلم قوي، مش لازم يبقى عنده اللانجوج تبقى تحفه في الانجليش، لا مش شرط. شخصيه عايز يتعلم قوي وعنده الباشن ان هو يغير زي ما قلنا حياه الناس، وغير حياته وحياه المجتمع كله، دي اكتر حاجه كانت بتخلينا نبقى عايزين الشخص ده. تمام. عايز اعرف انتوا المفروض يعني، انت قلت المؤتمر في شهر 4 المفروض هتبداوا امتى اول سيشن؟ احنا الاوبننج بتاعنا بتاع ايب اصلا هيكون في نص شهر 2. بعد كده اصلا بنبدا السيشنز بتاعتنا من نص شهر 2 لحد نص شهر 4، بعد كده بنعمل المؤتمر ده في الاخر خالص اللي هو بنطبق فيه كل حاجه اتعلموها على مدار الايه سيشنز دي. ان شاء الله. شباب نورتوا، ويعني مبسوط ان انتوا بداتوا حاجه جديده مش موجوده في كليه التجاره، يعني من اكتر الكليات اللي فيها طلبه اصلا، في يعني مقارنه باي كليه ثانيه يمكن، مش عايز اقول العالم بس يعني مش بعيد يبقى حلو. ولكن بجد يعني برافو ان انتوا بداتوا حاجه غريب جدا انها ما كانتش موجوده في كليه بالحجم ده. ميرسي جدا ليكوا. بعد الفاصل معانا فريق اناكتوس من الجامعه الفرنسيه، رفعوا اسم مصر محليا وكمان عالميا، خليكم معانا بعد الفاصل.